هنعمل مكرونه بالبشاميل بطريقه هي نفس مكرونه البشاميل بالظبط، المكون اللي بيختلف بدل ما نحط لحمه بنحط سجق، وهنعمل سبرينج رولز موجود معانا هنعمله بالسجق، وهنعمل سجق بدبس الرمان. طبعا دي حاجه من الحاجات اللطيفه. نبتدي كده سريعا ونبتدي نشتغل على حاجتنا. احنا هنبتدي نحضر نشوف مقادير بتاعت المكرونه البشاميل عشان نبتدي نعمل لها البشاميل بتاعنا، ونبتدي برضو نعمل الخلطة بتاعتنا او العصاق بتاعنا، بس العصاق بتاعنا هنا بالسجق. مقاديرنا بتقول ايه؟ عبارة عن مكرونة قلم، سجق، بصل، طماطم، صلصة طماطم، ملح، فلفل، بهارات. البشاميل عندنا 3 معالق دقيق، 3 معالق زبدة، لتر لبن، وبيضاية، وملح، وفلفل ابيض، وبنستخدم جبنة موزاريلا عشان نحطها على الوش. أولنا كده على طول نبتدي عشان نعمل البشاميل بتاعنا. بناخد حوالي 3 معالق زبدة هم، نحطهم في الحلة، وهي الزبدة سخنة كده بننزل عليها بالدقيق بتاعنا، بنحمر الدقيق. دي طريقة، وفي طريقة على فكرة أنا برضو عايز أقول لكم عليها من الطرق الحلوة اللي هي ممكن تتعمل تبقى خفيفة، ما تحمرش الدقيق في الزبدة، يتدوب الدقيق في اللبن وينزل وتحط له حتة الزبدة، دي بتبقى أخف بكتير منها تبقى موجودة متحمرة. أهو الدقيق زي ما انتم شايفين أهو ابتدى يخش معانا مع الزبدة، ونبتدي ننزل عليهم باللبن أهو. أنا بفضل بصراحة يعني إن أنا أعمل ده مرة، أعمله مرة ما أعملوش كتير يعني، لكن اللي الفكرة إن الدقيق لما يتدوب في اللبن بيبقى أحسن شوية في إيه؟ إنه بيبقى خفيف، ما بيبقاش تقيل على المعدة. نبتدي بقى كده واحدة واحدة وننزل باللبن كله بتاعنا أهو، وطبعًا الملح والفلفل الأبيض، وهنا هنا بنحط فلفل أبيض زي ما قلت لكم، البشاميل لازم يتعمل بفلفل أبيض ما يتعملش بفلفل أسمر، ولو ما فيش خلاص يبقى مش مشكلة، بس هو عشان الشكل بس يعني، هو طعم طبعًا بس الشكل. هنا دينا دايما كده بمضرب، لو حسينا انه كلكع مننا وما عندناش مضرب نضرب بيه كده ممكن ناخده نسيبه يبرد شويه ونحطه في الخلاط، ما يجراش حاجه اهو، هو ان شاء الله كده مش هيكلكع. نسيبه كده شويه، نيجي هنا نحط شويه بقى زيت ذره عشان نشوح البصله بتاعتنا اللي هنعملها لل عصاق بتاع البشاميل اللي بتاعنا، او العصاق بتاع المكرونه البشاميل اللي احنا هنعمله اساسا من السجق. تعالوا كده اهو نحط شويه. هنا نزلت السجق قبل البصله، تمام، نزلت السجق قبل ما انزل البصل، هشوح السجق شويه واخلي البصله عكس اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه بتبقى لحمه مفرومه مش محتاجه تستوي كتير، فبالتالي انا ما بخليهاش بشوح البصل لغايه ما تدبل. انا هنا هاخد بس تقليبه للسجق كده، وابتدي انزل عليه بباقي المكونات اللي انا عندي اللي انا هنزلها عليه واحده واحده كده معايا، واحنا ماشيين واحده واحده. برضو ارجع تاني، لو النار هنا عاليه ايدي في البشاميل دايما، عشان دايما البشاميل الدقيق بينزل لتحت، دقيق مع زبده يعني هينزل على تحت اهو. عايز اقول لكم كمان حاجه، انا استخدمت زيت ذره، ما ينفعش احط سمنه لان بيني وبينكم السجق فيه دهون ايا كان السجق، حتى لو معمول مخصوص يعني من لحمه مخصوص بيبقى فيه نسبه دهون عاليه. بصوا البشاميل ابتدى اهو يمسك معايا اهو اهو، ده المطلوب ان البشاميل اللي عندي ابتدي اديله عيار الملح اهو بتاعه، فلفل ابيض مش كتير، عندي بيضايه. البيضايه دي انا مش بحطها دلوقتي، وقلت لكم قبل كده ان البيضه بعد ما بنرفع البشاميل من على النار اهو ابتدى يبقبق اهو، لما بيبقبق كده اعرف ان هو دخل في السوى اللي انا عايزه. طبعا الدقيق حمرناه فطبعا الدقيق استوى،
الحليب بدا يغلي اهو ويبقبق اهو البشاميل بتاعنا. سيبه كده ايدي فيه واحده واحده وشغال. تعرفوا البشاميل حلو منين؟ في ناس بتحب البشاميل تقيل وفي ناس بتحبه خفيف. انا بحبش البشاميل بتاعي يبقى خفيف شويه. هو على النار كده بصوا ابتدى يبقبق اهو. بصوا شايفين البقبقه دي اهي اهي. هو ده المطلوب. ارفعه من على النار هنا واسيبه. لا نيجي بقى هنا للسجق. السجق ابتدى ينزل ميته او سمنته زي ما بيقولوا يعني. نديله البصله بتاعته. انا هنا ده على الصاج. طبعا البصله المفروض تتحمر. انا مش بحمر البصله يا جماعه. مش زي العصاج اللي انا بعمله للمكرونه العادي. ده عصاج مختلف. خدوا بالكم ان ده لسه هيخش النار ويستوي. تمام؟ ياخد تقليبه كده حلوه. نيجي بقى نبص هنا معايا. انا حطيت هنا ملح وفلفل ابيض. ملح وفلفل ابيض وبهويه. بصوا البشاميل اللي انا بهويه اهو. وهدلق بضايه. حط بضايه اهي وهي كده اهو لافف كده 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 بحيث البيضه راحت خلاص ما بقاش فيه بضايه. البيضه خلصت. البيضه دي بدل ما ادهنه بوش على الوش. لو دهنته على الوش الاصفر دايما بيعمل قشره سودة ما تبقاش مستحبه قوي. يعني هنا هيتحمر الوش وكل حاجه بس مش هيبقى بالتركيز اللي هو في صفار بيض ولازم نحط لها فلفل زياده عشان ريحه الزفاره بتاعت البيض كده. بقت البضايه جوه البشاميل وسهل قوي انها. بصوا قد ايه جميل. انا بقى هنزل دلوقتي بالصلصه بتاعتي. ناخد دي كده. يا سلام. عايز اقول لكم ريحه السجق مع لوحده كده من غير اي حاجه لما بتتبرد بس تنزل في الزيت تعمل ريحه حلوه قوي. انا كده عايز بس انزل بشويه طماطم مش كتير. ده مجرد بس ايه بتدي تقل للعصاج بتاع او الحشوه اللي هحطها في المكرونه. تمام. انا هبتدي احط ملح. طبعا خدوا بالكم ان السجق دايما لما بيجي بيبقى حادق بس انا بحط عشان لسه هيخشوا مع المكرونه. والمكرونه طبعا سالقين مكرونه. وبنحط شويه فلفل صغيرين اهم وشويه بهارات. ونقلب كده تبقى الخلطه بتاعتي جاهزه على الحشو او على ان انا اعمل صينيه المكرونه بتاعتي اللي هي المكرونه بالبشاميل. ارفع دي من على النار وابتدي. قالوا بقى نعمل موضوعنا المكرونه البشاميل. نبتدي كده اولنا نقول بسم الله. ده البشاميل. الدنيا هنا لسه ايه عندنا حاجات تانية هتعمل فالدنيا ايه لسه زحمه. بناخد بصوا كده معلقه صغيره. تمام. معلقه صغيره قوي. اوكي. والمعلقه الصغيره دي نبتدي ناخد المكرونه بتاعتنا كده. طبعا المكرونه لما بتخرج من النار وتتصفى وهي طبعا بيتحط لها زيت بيحصل لها ايه انها لازم شويه بتعجن في الايد لو انا مسكتها بايد. انا باخد جزء شويه صغيره كده من الصوص ده جزء مش كتير واقلبه اهو. انا حطيت ايه تحت؟ معلقه بشاميل مع المكرونه مع السجق. عايز الدنيا دي تاخد من تحت تبقى دي الطبقه الاولانيه. يبقى في بشاميل وفي سجق وفي مكرونه ودي تبقى الخلطه الاساسيه اللي هي اول طبقه تحت اهي. نقول كده يا هادي ونحط باقي الخلطه بتاعتنا كده. كل
الخلطه بتاعتنا بالصوص بتاعها ونفردشها كويس كده. يا سيدي يا سيدي معلش بعد اذنكم ثواني، لان ايه انا عايز ده بس يتشوح يتشوح تمام. وكده خلصت دي، نرفع دي بس من هنا نروق نفسينا. ناخد بقية المكرونة. طبعا المكرونة مسلوقة، عايز اقول لكم بتسلق 10 دقايق لان انا عايزها مستوية كويس، مش عايزها تبقى 7 دقايق تبقى على دنتي. وبحط لها ملح وزيت، ملح وزيت معايا تاني. مكرونة بتتسلق حوالي 10 دقايق، تحط لها ملح، يعني الكيلو بنحط عليه، لو كيلو مكرونة بنحط عليه حوالي 2 ملح ومعلقتين زيت تمام. الدنيا كده اهي. حسب بقى انا بحب المكرونة بتاعتي يبقى عليها موتزاريلا، جبنة رومي، برمجان، اي حاجة. عايش انا نمكي شوية في الحبة دول، انا عايز كله يبقى ايه واخد الحكاية تمام كده. نيجي البشاميل بتاعنا، وهو دي البشاميل. وعلى فكرة البشاميل مش لازم كله يبقى مغطي الدنيا، يعني هو البشاميل مجرد بس بيدي طبقة. في ناس بتكتر البشاميل بشكل مبالغ فيه. يعني ايه مبالغ فيه؟ بتبقى طبقة عاملة زي طبقة الجبس كده. بصوا اهو كده، ونبتدي نفرش كده الدنيا اهي. طبعا دي انا ممكن ادخلها على الفرن واسويها، او ادخلها على الشواية واسويها، يعني حسب برضو ما انا عايز اعمل. نرفع دي كده ونحط شوية الموزاريلا بتوعنا حلوين كده. ادي كده يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. طبعا لو دخلتها على الشواية يعني ممكن تخش مثلا تقعد 7 دقايق او 10 دقايق، هي كل حاجة مستوية. تعالوا معايا، دخلها الفرن